الصيف ضيعت اللبن. تأتينا القصة الأولى لميلاد هذا المثل من رائد تدوين الأمثال في العالم العربي من أبي العباس المفضل بن محمد الضبي، وذلك أن رجلا كبير السن تزوج من فتاة من بنات قومه وهي ابنة عمه، وبعد مدة كرهت الحياة معه وطلبت منه الطلاق فطلقها وتزوجت شابا آخر وهو شاب وسيم لكنه فقير. وفي بعض الأيام أرسلت هذه المرأة إلى زوجها الأول تطلب منه قليلاً من اللبن، فقال للفتاة التي أرسلت إليه: قولي لها الصيف ضيعت اللبن، فأرسلها مثلاً. وهذه القصة هي مورد المثل. تقول المصادر إنه ذكر الصيف على وجه التحديد لأنها طلبت منه الطلاق فيه وألحت عليه حتى طلقها في الصيف، فلذلك قال الصيف، أي وقتما طلبت الطلاق الصيف ضيعت اللبن. وفي هذا المثل إشارة إلى عاقبة الطمع. في أغلب المصادر نجد المثل الصيف ضيعت اللبن بصيغة الخطاب للمفرد المؤنث، لكن ابن الأنباري يقول: وأخبرنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء الصيف ضيعت اللبن بفتح التاء. ونجد اختلافا يسيرا في كتاب كمال تهذيب الكمال، وفيه أنه قال الصيف ضيعت اللبن بالحاء المهملة بدلا من العين. ونجد اختلافا آخر عند الأصمعي إذ يقول في الصيف ضيعت اللبن، فأدخل حرف الجر في بداية المثل من الصيف ضيعت اللبن إلى في الصيف ضيعت اللبن. إن شئت الإيجاز فإن العرب تقول للرجل تذهب نفسه حسرات على الأمر بعدما تركه من تلقاء نفسه، تقول العرب الصيف ضيعت اللبن. وقريب من ذلك قول تأبط شرا لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. وفي باب التبكيت يقال تطلب أثرا بعد عين، ويقولون كذلك ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد مصلوم الأذنين. وفي الطمع يقولون أطمع من أشعب، وأطمع من طفيل، وأطمع من مقمور. وكذلك في المثل اليوناني يقال إياك والطمع فهو كماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشا. في المثل الفرنسي يقال من يطمع في كل شيء يخسر كل شيء. ويقول المثل العامي المصري ما يعرفش قيمة أمه إلا اللي عاشر مرات أبوه، وقالوا الطامع خاسر، وقالوا الطمع اللي ما جمع. وكذلك يقال بكرة تعرف خيري لما تجرب غيري. وفي المثل العراقي يقال شيفيد الندم بعد خراب البصرة. أصدقائي، مقارنة بمثل اليوم الصيف ضيعت اللبن، ماذا تقولون في بلدكم أو في لهجتكم للدلالة على المعنى نفسه؟ شاركونا أمثالكم وإبداعاتكم.